ما زالت حكايات باب الخلق والخلق لا تتوقف، حكايات الهمة وحكايات تجاوز المحن وحكايات التصدي. زي ما قلت لك، الحياة لمن يجرؤ، لازم تكون جريء بس مش متهور. فعندنا حكاية بنت اسمها آية شعيب. آية، مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك يا استاذ محمود؟ اهلا بيك يا آية. اهلا بحضرتك. تحكي لنا ايه الحكاية من الاول؟ انت كنت نشرتي فيديو من فترة وباين فيه قد ايه كده انت يعني شجاعة وقوية، فعايزين نتلمس من القوة بتاعتك دي عشان خاطر احنا ناخد منها برضو قوة. يعني أنا بعمل فيديو ده عشان أشاركه فيه تجربة إنسانية بعمله، تحدي لحبي النفسي اللي اكتشفته مؤخرا، حبي المجرد من المظهر. بعمله عشان أهون على أي حد بيمر بتجربة نفسية مشابهة، لأن إلى حد ما الوضع دلوقتي بقى أهون عليا وقدرت أتجاوز مرحلة الألم الشديد لمرحلة التقبل. باختصار، أنا مريت بظروف صعبة وقاسية، أحداث ضغطة وموترة على مدار السنين الأخيرة في حياتي، وزي ناس كتير كنت باخد مضادات اكتئاب وحالي كان ماشي لحد ما بدأت تظهر عندي أعراض التعلبة. وفكرتي عنها وقتها إن هي سبوت صغيرة بيقع منها شوية شعر وخلاص. اكتشفت إنه الموضوع أكبر من كده بكتير. بدأت مع الوقت أفقد شعري كله وحاجب كامل. دخلت في لوب مرعبة ان انا لازم عشان استجيب للعلاج نفسيتي تبقى احسن، وانا شكلي مرتبط بنفسيتي، كل ما ببص لنفسي في المراية بحس ان انا كارهة نفسي. لازم ابعد عن مصادر القلق والتوتر اللي في حياتي، ودي حاجة مش سهلة ولا ينفع يبقى حل سريع. الخبر الوحش اني اخدت وقت على ما طلعت، الطلوع كلفني شعري كله وحاجب كامل. الخبر الحلو اني طلعت. يعني الحكاية باختصار ان انا من حوالي سنتين ونص كده او ثلاث سنين، ضغوط الحياة مع شوية مشاكل، مع عقبات في الشغل، مع بخلف ابني فبتعطل شوية في حاجات، فيعني دخلت في مود اكتئاب وفضلت اتعالج منه فترة طويلة، بس الموضوع ما يعني ما وصلش للنهاية غير لما فقدت شعري كله ورجع يطلع تاني من اول وجديد. وفي المرحلة دي بقى حصل يعني حصلت نقلة. بداية النقلة دي كانت الفيديو اللي حضرتك شفته. كنت بتصحي الصبح تلاقي شعرك جنبك وبتاع حاجات زي ما بنسمعها كده. انا كنت يعني وصلت لمرحلة ان انا اقرا عيد تماما تماما، يعني تعلبة بس من النوع العنيف. بس الفيديو ده كان النقلة. قبله انا كنت ما ببقاش عايزة انزل من البيت، اشتريت باروكة. كنت بتجنب حتى ان انا ابص لنفسي في المراية. ده على المستوى الخارجي، بس على المستوى الداخلي كمان انا كنت بتألم جدا، لان انا كنت شايفة ان دي مش انا، يعني انا وصلت لمرحلة مزرية نفسيا ومظهر وكل حاجة. فالفيديو ده انا كنت بعمله ما كنتش متخيلة ان هو هيطلع بره نطاق الاهل والصحاب يعني والكام فريند اللي على الفيسبوك. كنت بعمله عشان خاطر ارجع اقول لنفسي انتي تقدري تواجهي، لا تقدري تعدي المرحلة دي. طب عايز اسالك سؤال يا آية، الدكاترة كلهم قالوا ان السبب هو سبب نفسي بحت؟ للاسف سبب نفسي بحت. اول دكتور رحت له قال لي شعرك مش قال لي لازم تبقي عارفه ان شعرك كله هيقع ومش هيرجع يطلع تاني غير لما حالتك النفسيه تستقر كويس. ازاي بقى خليتي حالتك النفسيه تستقر بدون الدخول في تفاصيل ممكن ما تحبيش تقوليها؟ هو بس ازاي الواحد يكون في حالة نفسية صعبة؟ وطبعا الحالة النفسية دي اكيد فيها اطراف تانية بيؤدوا الى الوضع اللي انت فيه. طبعا ازاي تقدري بقى تتجاوزي المسائل دي؟ يعني اللي تقدري تقوليه، عشان انا مش عايز اخش في تفاصيل شخصية، لكن احب اخش في تفاصيل شخصية لو تقدري تقولي. هو الموضوع باختصار يا استاذ محمود ان احنا دايما بنبقى مش حاطين نفسنا في سنتر حياتنا، ما بنبقاش حاطين نفسنا أولوية، ما بنبقاش حاطين نفسنا في مكاننا. الدنيا بتاخدنا في حاجات، بنتربى بمفاهيم بتبقى مؤذية أحيانا لينا كبني أدمين. ما حدش بيقول لنا إزاي نحب نفسنا، ما حدش بيقول لنا إزاي نهتم بنفسنا نفسيا وعقليا وذهنيا. ما تجيش على نفسنا، في حدود لأن احنا نيجي على نفسنا عشان ما نخسرش نفسنا. في تفاصيل كتير قوي أنا اتعلمتها أثناء الرحلة، يعني أثناء رحلة الاكتئاب، بس ما قدرتش أوصل لنتيجة. يعني
دلوقتي انا لما ببص لورا بفهم، بس انا وانا في الحاله دي لا، ما كنتش فاهمه، كنت متخبطه جدا، وكنت ثقتي في نفسي منعدمه، وكنت شايفه نفسي في حته وحشه قوي، كنت شايفه حياتي سواد، وان انا ما انجزتش اي حاجه، ما عملتش اي حاجه يعني. فلا الموضوع كان مربك جدا. اللي انا عملته بعد ما شعري بدا يقع، ان انا بدات صحصح بقى يعني، بدات افهم انه الحاله دي ممكن مش بس توقع لي شعري، دي ممكن تجيب لي امراض، انا ممكن اخسر حياتي. فالموضوع كان وقعه تقيل عليا، خصوصا ان انا ام وعندي طفل، وانا شخص اجتماعي وبيحب الحياه يعني، مش حد يعني، ما حبيتش ان انا استسلم لده، قلت كفايه في 3 سنين ضاعوا من عمري في سواد، هيحصل ايه اكتر من اللي حصل؟ خسرت علاقات اجتماعيه كتير جدا، حياتي الاسريه يعني بنسبه كبيره خلاص شبه اتدمرت، الانعزال والوحده اثروا عليا بشكل كبير، مهنيا رجعت تقريبا لنقطه الصفر، شعري وقع، خسيت النص، يعني فاضل ايه؟ فانا محتاجه اركز مع نفسي ومع ابني قبل اي حاجه، انسى الناس كلها، انا رقم واحد وابني معايا، واي حاجه بقى تانية ممكن تتركن في اي حته بعيد ونبقى نفكر فيها بعدين. وقلت لنفسي ان انا هقدر اقوم، وقلت لنفسي ان دي مش اخر الرحله ومش اخر المصاعب، وقلت لنفسي انه كويس ان حصل اللي حصل ده، عشان اعرف قد ايه انا بحبني، وقد ايه انا اقدر اعمل اي حاجه في الدنيا. بس في ايه تعبير انت بتقوليه، انا عايزك بس تفصصي شويه، يعني حكايه انك تنسي الناس كلها، الواحد ما ينفعش يعيش دون الناس. لا ما ينفعش، انت عايزه تنسي ناس معينه. ما ينفعش تعيش دون الناس يا استاذ محمود، بس ينفع ان انت تحط نفسك في قدر معين وفي حته معينه، وتقتنع ان انت تستاهل تعيش بطريقه معينه، وتفرض ده على كل الناس اللي حواليك اللي هيقبل. يعني اذا انت عملتي عمليه فرز وعمليه مصفى للناس اللي هم بيسببوا لك ازعاج، تتخلصي منهم وتحافظي على الناس اللي بيساعدوك على الحياه، ده تعبير دقيق ولا انا بقول حاجه لا هو اللي حضرتك بتقوله ده مظبوط تماما، بس المعنى الاقوى والاهم هو ان حضرتك تعرف قدر نفسك قبل اي حاجه بقى، قبل عمليه الفلتره. انا هعمل فلتره على اساس ايه يا استاذ محمود؟ اذا انا بسمح للناس ان هي تتعامل معايا بطريقه لا تليق بيا، فاحيانا كتير اقرب حتى الناس، يعني الخطوط الحمراء دي انا هحطها بناء على ايه؟ الخطوط الحمراء دي هي اللي انا بحمي بيها نفسي، البيرسونال سبيس والمساحه الشخصيه، مش بس ان محدش يقرب مني 2 متر، لا، ان محدش يقرب من مشاعري، ان محدش يجرحني، ان انا ما اسمحش لحد ان هو يجي عليا ويؤذيني. فانا عشان اعمل ده يا استاذ محمود لازم اعرف انا ايه، لازم اعرف ان انا ربنا كرمني بحاجات كتير جدا، ان انا شخص يستاهل ان هو يشوف نفسه في حته معينه، ومش بحجم الانجازات اللي الواحد بيعملها في حياته، ومش بالدراسه ومش بالتعليم ومش باي حاجه، غير انه انا بني ادم، انا موجود في الدنيا، انا لازم احب نفسي لان انا معجزه. حضرتك فاهم قصدي؟ تمام كده الامور واضحه بنسبه كويسه جدا. كويس، وقدرتي تتخلصي من الاشياء؟ خد منك وقت قد ايه الكلام ده؟ ايه والله يا استاذ محمود، انا يعني لحد دلوقتي انا يعني باع وبقوم، يعني الاكتئاب مش حاجة بنخف منها، يعني في اعتقادي الشخصي هي حاجة احنا بنفهمها وبنصاحبها، والشخص هو الاكتئاب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نوبات حزن شديدة ممكن تستمر معاك شهور، فانت وانت النوبة جاية عليك بتبقى عارف بقى خلاص انا بقيت خبرة يعني الحاجات طب هل يا آية وانت مثلا قبل ما توصلي للحالة ديت كان عندك اي اعراض اي حاجة ولا كنت عادية جدا؟ انا يعني شخص طول الوقت حياته فيها دراما عنيفه، يعني حياتي الاسريه طول الوقت فيها دراما عنيفه، ف يعني انا في اعتقادي ان الموضوع كان تراكمات، يعني ما اقدرش ارمي اللوم على الاطراف اللي كانوا موجودين في حياتي في وقت الاكتئاب، لان انا ابقى ظالمه لو عملت ده. الموضوع ليه جذور، واي ازمه نفسيه في الدنيا ليها جذور. انا هقول حضرتك بمنتهى الامانه ومنتهى الوضوح، انا ايه اللي عمل فيا ده؟ انا طول عمري عندي ثقه في نفسي، بس في حد كان قريب مني لسنوات طويله جدا ما كانش بيعرف يعزز الثقه دي، كان بشكل لا ارادي بيكسر في الثقه دي وبيكسر فيه. ده بقى كلام في منتهى الاهميه. حد بيفتت عزمك وثقتك في نفسك فيخليك تحسي انك ما تسويش حاجه، وده ممكن يتعمل بشكل غير مقصود، وممكن يتعمل اللي هو صحيح. ايه انه حد طول الوقت انت ما بتعرفش تعمل حاجه، انت فاشل، انت فاكر نفسك حاجه، انت ما انت غبي، انت
كلام على فكره ممكن نبقى بنقوله لاولادنا، ممكن نبقى بنقوله لاي نوع من انواع البارتنرز في الحياه، شراكه، شغل، صحاب، جواز. بس انا هركز على الجواز لانه الازواج هم اقرب الناس لبعض، وهم اكتر الناس اللي بيأثروا على بعض، وهم اللي بيبقى في ايديهم مفاتيح كتير قوي. مهما انا كنت شخص قوي، مهما كنت شخص قوي، الشخص اللي انا معاشره مده طويله قاعد معايا في البيت ليل نهار هيبقى اكتر حد يعني مؤثر في حياتي، وهيبقى اكتر حد يعني كلمته مش هتعدي من عليا عادي. وطبعا الاسره، وطبعا الاب والام اكيد، بس انا بتكلم عن الجواز تحديدا لان هو اكتر علاقه فيها حميميه وفيها قرب وفيها تفاصيل. لا، الكلمه يعني بتعمل شرخ، الكلمه بتعمل شرخ. فزي ما بقول لحضرتك، هو الموضوع كله انه احنا نراعي بعض، نحاول على قد ما الحياه صعبه على كل الناس وضغطه على كل الناس، بس احنا مش شبه بعض وعمرنا ما هنبقى شبه بعض، والاختلافات دي لازم نقدرها ولازم نفهمها. مش معنى ان الشخص اللي قدامي بيفكر بشكل مختلف عني او جاي من بيئه مختلفه عني ان انا احاول اغيره. عملية ان احنا بنحاول نغير بعض دي بتدمر. انا الحقيقة بستعجب، بيبقى الواحد حابب البنت زي ما هي كده، وبعد ما يتجوزوا او الواحدة برضو ممكن تعمل ده الست او الراجل، وبعدين يبتدي يغيره. الله، طب انت اخترته ليه لما انت مش عايز تغيره؟ يعني خليني ابقى صريحه مع نفسي برضه يا استاذ محمود، واقول لحضرتك انه الغلطه مش بتبقى بس من الولد. انا بشوف انه في الحاله دي الراجل هو اللي بيبقى ضحيه الست لسبب. لا، انا بقول لك العمل ده تعمله ست ويعمله راجل، يعني التغيير ده بيطلبه يعني مش مظبوط. وفي الحالتين وسواء هو اللي طالب التغيير او هي اللي بتضغط عشان تغيره، او يعني ايا كان، انا من وجهه نظري انه الشخص اللي بيطلب التغيير هو اللي ضحيه، مش الشخص اللي بيتغير. وهشرح لحضرتك ليه. ببساطه انا دلوقتي دخلت علاقه مع حد هو عايزني اتغير، انا بوافق ان انا اتغير عشان بحب، عشان ايا كان. ومع الوقت بعد رضوخ لعدد كبير من التغييرات اللي خلاص بقت مخلياني انا شخص تاني، برجع افوق لنفسي اقول لا، انا مش قادره اكمل. هي مش غلطته، هو طلب يغيرني وانا وافقت، فبالتالي انا بشوف ان الشخص ده هو اللي ضحيه. تمام، هو اللي ضحيه في الخطا. تمام، بالظبط كده، بالظبط هو ده اللي انا اقصده، ان هو الخطا مشترك. ودلوقتي ايه شعيب تجاوزت هذا الامر بعد مرحله ارهاق رهيبه جدا. بحاول اتجاوز ولا زلت بحاول. انت دارسه ايه ايه؟ انا دارسه اعلام وبشتغل في الميديا من 2009. بدات بالصحافه وبعد كده اتجهت للتلفزيون، اشتغلت مراسله، وحاليا انا بروديوسر. دلوقتي حاليا انت بتعملي بروديوسر وبتشتغلي بتعملي حاجات في اليوتيوب وكده؟ انا بعمل شغل على الديجيتال. احنا عندنا منصه، على احنا مجموعه شباب وعندنا منصه على الديجيتال على السوشيال ميديا اسمها كايرو تايم، وبنعمل فيها ريبورتس وفيديوهات وسكتشات، ويعني بنحاول نعمل فيها شغل يعني. وابنك كويس؟ ابني زي الفل الحمد لله، ومعايا وفي حضني، وابني ده بالظبط عامل زي يعني الضوء البعيد اللي لما الدنيا بتسود حواليا ببص عليه وبحاول ان انا ما اشوفش غيره، فبقدر تاني اقوم واكمل. يعني ربنا يخليه لك ان شاء الله. ايه، وعايز اقول لك ان احنا هنذيع حاجه من جزء من الحاجات اللي انت بتصوريها، وانا حابب جدا فكره ان شباب زيك ممتازين ومتعلمين كويس ان هم يقدموا للناس حاجات يعني تبقى منورة في حياتهم وتساعدهم على الحياة زي تجربتك كده. بتقولي على تجربتك يا آية في جملة؟ هي الحياة يا أستاذ محمود، يعني هي دي الحياة. الناس كلها عندها قصص وعندها مناطق ضلمة وعندها تاريخ وعندها وقعات وعندها مناطق منورة. الناس كلها كده، مش كل الناس بتعرف ان ده اكتئاب، ومش كل بتعرف ان ده مرض نفسي، ومش كل الناس بتعرف تسمي الحاجات، بس احنا كلنا تقريبا بنعدي من نفس الطريق باشكال مختلفه، وهي دي الحياه. صحيح، يعني اجابه رائعه الحقيقه. بشكرك ايه جدا، اشكرك واتمنى لك ان شاء الله ايام دائما جميله. ربنا يخليك. شكرا يا استاذ محمود.